للمزيد الآن ينضم إلينا من نابلس غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس. سيد المحافظ أهلا وسهلا بك. الصورة في نابلس كيف تبدو تماهيا مع موجة التصعيد الجارية في هذه الأثناء والتي تبقى ارتداداتها تشمل القطر الفلسطيني بأكمله؟ نعم، يعني ما يجري في نابلس هو عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، والحس ومحاصرة نابلس في من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك 7 حواجز على محافظة نابلس في كل محيط محافظة نابلس، ولكن بظل الظروف الراهنة التي حدثت بالأمس زادت عمليات الحواجز أكثر وأكثر، وزاد الحصار على محافظة نابلس وزاد تشديد الحصار على المحافظة بأكثر. الأمور تتصاعد بشكل كبير وبشكل ملفت في محافظة نابلس. يعني بصراحة اعتداءات المستوطنين بالأمس واعتداءات وإطلاق الرصاص على مواطنين، 12 جريح وشهيد في على نابلس منذ الأمس، هذا دليل واضح على يعني نية المستوطنين تصعيد وضوء أخضر من قبل حكومتهم. أيضا يعني يقوم بركب دراجات ويقوم بإطلاق الرصاص على الأهالي في مدينة قصرى، هذا تطور أيضا خطير. ونحن في موسم قطف الزيتون، اليوم المواطنين الأهالي موسم قطاف الزيتون، هذا الموسم اللي بينتظروه كل أبناء شعبنا الفلسطيني، الآن محفوف بالمخاطر لأن كل الأراضي الزراعية يوجد بجانبها مستوطنات، وهذا يعني يزيد من خطورة الموقف في الميدان. نحن شكلنا لجان حراسة تكون موجودة مع المزارعين، وبصراحة نحن هذا الموسم يستمر شهر كامل، وبظل التصعيد الموجود وبظل الأوضاع المعقدة يعني نخشى على حياة المزارعين. هل يمكن أن تتأثر نابلس والمناطق المختلفة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بما جرى من عملية طوفان الأقصى، طريقة التعاطي معها، تكلفة التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون مختلفة، أو لعله سينظر إليها بشكل مختلف بأن التصعيد الجاري في نابلس أو في الضفة الغربية باختلاف مدنها أو حتى في القدس يمكن أن يكون لها هزات ارتدادية أبعد بكثير من مناطق التصعيد هذه؟ يعني الناس قلقين في كل مناطق ما سيحمله المستقبل القريب والأيام القادمة من يعني جنون إسرائيلي، وهذا ما يحدث هو يعني على الأرض. يعني كان يجب على العالم وكان يجب على إسرائيل أن ترضخ لكل قرارات الشرعية الدولية وتخرج بصورة مغايرة، ولم يحدث ذلك. ولكن إسرائيل هي دائما تختار التصعيد، تختار الحرب وتختار القمع وتختار الحصار، هاي مشكلة كبيرة، والعالم يتحمل مسؤولية. مجلس الأمن يعني قراراته لم تنفذ، وجميع العامة المتحدة هناك 1000 قرار يعني بالشرعية الدولية، وإسرائيل تدير ظهرها للعالم. وبدأ بل على العكس بدأت يعني تغير من مناهج داخل دولة الاحتلال، وتقوم بتغسل أدمغة المستوطنين. وباتفاقية أوسلو كان عدد المستوطنين 180,000، اليوم 725,000. إذن إسرائيل حتى بظل السلام تختار المستوطنات، وبظل الحرب تختار المستوطنات والاستيطان. هذا يعني بصراحة يعني إذا كل قادة الاحتلال هم لا يفكروا بالسلام استراتيجي أو بالسلام مستقبلي، هم يفكروا بالتصعيد أكثر. شكرا جزيلا لك من نابلس غسان دغلس القائمة بأعمال محافظ نابلس، شكرا جزيلا لك.